أستاذ أحمد، كم ولد عندك؟ عندي 4 بنات و3 صبيان. 7 أولاد. 7 من زواج واحد؟ لا، في بنتين من زواج قبل، وفي 5 من بعد. أول زواج أنجبت منه بنتين. بنتين. وين كنت ساكن؟ كنت ساكن بشارع حمد تقريبا، بتذكر. شارع حمد، يعني سوق طريق جديدة. كيف كان هذا الزواج؟ خربط بالآخر، صار ما صار النصيب، كملنا. بعد قديه جبت أول بنت؟ أول سنة دغري. أول الزواج، مذكر أي سنة؟ لا والله. شو اسمها بنتك الأولانية؟ دارين. دارين كانت أول ولد بحياتك؟ أيوه. بنتك الثانية شو اسمها؟ ندى. ندى ودارين. ندى ودارين. طب من بعد ندى ودارين بلشت الخلافات بالبيت؟ شغلات بسيطة وشغلات تافهة، ما كملنا، ما قدرنا نكمل. ما كنت مرتاح بحياتك يعني؟ لحد الآن مش مرتاح بحياتي. طب بس بأول مرحلة بحياتك، يعني احنا عم نحكي، كان عمرك قد ايه لما خلفت دارين؟ قد ايه كان عمرك لما جبت بنتك؟ كان عمري يمكن شي 24 سنة. كنت انت تهتم بالولاد، تاخذهم عند الحكيم انت؟ ايه اكيد. شي كان في حكيم معين تاخذهم لعنده ولا؟ كان في طبارة هون، ما بعرف اسم المنطقة، ما عاد ذاكر. طيب، وقع الخلاف مع زوجتك الأولى؟ ايه. وكبر الخلاف؟ كبر وطلقنا وانفصلنا. والبنات بقيوا معها؟ ايه. وشو عملت بعدين؟ زوجتك الثانية التقيت فيها، حبيتها ولا معرفة ولا كيف؟ يعني تقريبا كانت هي مشغل خياطة وأنا كنت مشغل خياطة. أنا خياط أساسا. وصار نصيب. وين قعدت رجعت مع مرتك الثانية؟ بالإذاعة. زواجك الثاني خلفت؟ بنتين و3 صبيان. 5 أولاد. 5. وبخلال هالوقت العلاقة بين العائلتين كانت كلها طبيعية؟ كله ماشي؟ عادي، كان الشغل ماشي، كنت أنا أشتغل مصمم أزياء. حتى هلا انفصلنا يعني. انفصلت عن زوجتك الثانية؟ ايه. ليش كيف؟ ما مش عارف. يعني هلا أنت عايش مع أولادك؟ كنت عايش لحالي. عندك 7 أولاد؟ ولا رجعت تركت البيت لحالي، صرت بلا عنوان. بلا عنوان يعني، بحكيك بصراحة. بس كيف هو الإحساس لما بي يكون عنده 7 أولاد ويخلص لوحده؟ أنت كيف بتفكر؟ بس تفكر بهذا الشيء؟ إنه أنا جبت على هالدنيا 7 أولاد وخلصت وحدة. بدك تسألين إني ليش تركوني وحدة؟ في شيء غلط منك أنت كمان ولا بس الغلط من ال شو ما يكون البي؟ اسمه بي. ما بينترك البي. بي اسمه يعني بيع العطاء، اللي عطى كل عمره. ما بيسألوا عنك ولادك؟ لا، بالعيد ما حدا قال لي كل عام وانت بخير يا بيي. طب ليش؟ ما بعرف، بدك تسألين إلهم هالسؤال. في اشياء بيناتكم انا ما بعرفها، بس انت ركزت على العاطفة وقلت كلام حلو. قلت البي بي ما بينترك. ما بينترك. وهن اكيد عندهم تجاهك عاطفة، ومباركي معتبرين انه انت مقصر بهاي العاطفة. شي مرة قصرت بعاطفة على ولد؟ لا. إذا قادر أقدم عيوني لخذ